اهلا بحضراتكم في فقرتنا التانية والاخيرة. فقرتنا دلوقتي هتكون عن الابراج واللي بتهم عدد كبير جدا من الناس، خصوصا مع نهاية سنة وبداية سنة جديدة، واللي هنشوف وهنعرف فيها حظ كل برج في السنة الجديدة. ربنا يستر من ناحية الحب والفلوس والشغل وحاجات تانية كتيرة. كل ده واكتر هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا دلوقتي في الاستوديو، الاستاذة نانيدا الباز، خبيرة علم الابراج الفلكية. وصباح الورد عليكي. صباح النور، اهلا. خلينا كده في البداية نبتدي في تفاؤل ونعرف نعرف ايه اكتر الابراج حظا في السنه الجديده. طبعا في تغيير كتير السنه دي، يعني السنه اللي فاتت وسنين، يعني من 2008 طبعا ان عندنا انتقال بلوتو. بلوتو هيستقر ان شاء الله من شهر 3، كمان اكتر ما فيش تراجعات من شهر 3 لبرج الجدي تاني، فهيعمل تغيير جذري لبرج الدلو، وان هو هيديله من الايجابيات القويه جدا. طبعا بيترتب على ذلك طبعا ابراج هوائيه وابراج ناريه، طبعا منهم برج الحمل، ان هو هيديله من الايجابيات وتغيير كتير، وان هو طبعا بعد كده نقولها بالتفصيل. بالنسبه كمان عندي الميزان والجوزاء اللي هيتغير، الجوزاء تعب كتير جدا السنين اللي فاتت. عندنا بعد كده برج السرطان وبرج الجدي من الابراج اللي هتتغير، وبرج القوس. دي من اكتر الابراج اللي بلوتو طبعا هو هيتحكم في تغيير هذه الأبراج. ولكن في نفس الوقت أنا عندي طبعا ربع وربع 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 السنة كلها. فكل السنة، كل السنة طبعا بتغيير كمان التحرك الكواكب، وخاصة جوبيتر المشتري طبعا هيبقى من النصف الثاني من السنة هيبقى في الجوزاء، فبرضو ده هيغير من أبراج كتير كمان من حظوظهم. طبعا مستمر معنا الحمل، مستمر معنا الثور. عندنا كمان من الأبراج اللي هتبقى البرج العقرب والأسد طبعا. فهيبقى خلال السنة في تغيير، بس أكتر الأبراج اللي أنا ذكرتهم هم أكتر الأبراج حظا إن شاء الله. طب يعني لو قلنا معلش نرتبهم، أول برج هيبقى أكتر برج محظوظ، والتاني والتالت هيبقوا إيه؟ طيب هو بالنسبة لأكتر برج هيرتاح كتير جدا هو برج الجدي في الأول، أول برج. طبعا بعد كده هنتكلم، وخصوصا هيحس قوي برج الجدي من خلال الفترة دي، لأن أنا عندي لحد النهاردة تراجع وطارد، فهو مأجل لنا حاجات كتير لكل الأبراج. هيبدأ من 4 يناير هيبدأ الأبراج ترتاح. طب والبرج الثاني؟ البرج الثاني هيبقى السرطان طبعا خلال الفترات اللي جاية. عندنا الحمل، عندنا طبعا من هذه الأبراج كمان برج الميزان والجوزاء خلال الفترة اللي جاية. دول أكثر الأبراج كمان إن هم ظاهرين جدا، والعذراء كمان. طيب لو هنتكلم كمان عن الأبراج المحظوظة ماديا في خلال السنة العام الجديد إن شاء الله، ممكن ترتيبهم يبقى إيه؟ أول برج هيرتاح ماديا طبعا أنا شايفة أن الحمل أكثرهم كمان، والثور. ليه؟ لأن هيبقوا من طبعا هما من أكثر الأبراج اللي ممكن تتأثر مادياتهم طبعا أفضل، وبرج الجدي برضو والسرطان. بعد كده هنتكلم بقى ترتيبات زي الأسد، زي بقى العذراء، على حسب مواقع الكواكب بعد كده خلال السنة. طب احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الابراج، يعني برج برج بس سريعا طبعا علشان نكمل باقي اسئلتنا. فطبعا هنبتدي بالحمل. بالحمل بالنسبه ل 2024 هنقول اكتر الحاجات اللي ممكن تاثر برج الحمل هو تغيير لبرج الحمل في حاجات كتير، هي تحقيق الامنيات. تحقيق الامنيات لان هيديله من تحقيق بعض الامور اللي ممكن كانت فيها مشاكل عنده، السفر، زواج، ارتباط عنده. طبعا زحل ما زال عندي طبعا ل 2025، ده موجود في بيته ال 12. بيت ال 12 عندي بيديني بعض الضغوط والتاجيلات نوعا ما. عندنا بعد كده برج الثور. برج الثور ان هو بيبدا من شهر واحد هو تغيير امر ما مادي، وكمان ان هو ممكن يكون عنده نقله بعد كده، ممكن ان هو مثلا ياخد قرض شيء من هذا القبيل، وان هو بيعمل مشروع، او ان هو ممكن يشتغل في التجاره. ده كده هيتدين مش لا ما هو لا انت عندك مثلا برج الثور، عشان كده عايزه اتاكد هناخد فلوس ولا هنطرح فلوس. ان انا لو مثلا في زي رجال الاعمال وزي مثلا سيدات الاعمال اللي بيبحثوا عن القروض، انه انا اعمل مشروع كبير، ده كويس جدا. قرض على طول وهتسافر وهسافر طبعا، لان بعد كده عندك تقدم في برج الجدي، بيتك التاسع، بيت الحظوظ العامه. النصف الثاني عندك كمان هينتقل المشتري من بيتك لبيت المال والعمل، ففي تقدم عندي.
اوكي. عندنا كده بعد كده برج الجوزاء. برج الجوزاء زي ما ذكرت ان هو كان تعبان جدا الفترات اللي فاتت. مش هقول لك يا برج الجوزاء ان انت في حاجات طبعا بيتنا ال 12 في اول 6 شهور او 5 شهور تقريبا هيبقى عندي لسه جوبيتر واورانوس في بيتك ال 12 هو بيدي بعض الضغوط، بس بلوتو هينقذك في حاجات كتير جدا، هي نقله برضو، ممكن يكون كمان اطمئنان على ابن من الابناء وسفر وصفقه قويه او شهره كمان. عندنا جواز كمان لبرج الجوزاء ان شاء الله. عندنا بعد كده برج السرطان. برج السرطان برضو كان بيعاني من بلوتو في بيته المواجه، بيته الهبوط بالنسبه له الجدي، فكان عامل له بعض المشاكل. هنقول برضو برج السرطان هيبقى في بيت جيد جدا مادي، بيت في بدايه لشيء معين، وان انت بتنهي بعض الامور اللي كان فيها مشاكل عندك في حياتك. هنقول ان عندك معارف كتير هتبقى عندك يا برج السرطان، ولكن في النصف الثاني هنقولك بس احذر من بعض الامور، طبعا احنا بنقولها في توقعاتنا الشهريه. بعد كده عندنا برج الاسد اللي هو انا. اتفضلي اتفضلي. طبعا ده هيبقى حلو جدا. يعني رؤية حضرتك لبرجه وانت بتشوفيه كده ازاي؟ ما بتعب والله. برج الاسد تعب كتير في 2023. بعض الامور اللي كانت ماشيه ستيبل، بس في طبعا بعض الامور اللي كانت ان ستيبل او غير مستقره بالنسبه لنا. السنه دي طبعا عندنا من 16 سنه هيبقى لمده سنة 43، يعني في حدود 20 سنة في بيتنا المواجه. هو يسمى ببيت الهبوط في بريه الدلو، ولكن يغير برج الأسد كومبليتلي، ولكن هيفكر بقى في السفر، في الهجرة، هيفكر في تغيير شركاته كلها. طبعا اللي هينقذ الأسد من النصف الثاني من السنة، اللي هينقذه طبعا جوبيتر اللي في بيت الأمنيات برضو. بتحقق شيء يا أسد إن شاء الله، ونقلة سكنية أو مهنية، وكمان شهرة أو كمان ترقية ومكافآت بإذن الله. برضو ده لا يمنع أن الأسد فيه زواج وارتباط، بس هنقوله خلي بالك من اختياراتك لأن الأسد شارد شوية. عندنا بعد كده العذراء. العذراء يمكن انت في بيتك السادس بلوتو، وهو بيت عاوز شوية من الضوء، يعني انت بتضغط على نفسك مهنيا، ولكن اعرف ان انت عندك امور جيدة جدا. بتعتلي منصب ان شاء الله من النصف الثاني، كمان منصب ممكن يكون في العمل او ترقية قوية جدا بالنسبة لك، في نقلة قوية لبرج العذراء. ولكن كل اللي هنقوله ان انت تحذر من امور اللي هي العناد شوية، مع ان العذراء مش عنادي كتير، ولكن في نفس الوقت مهارته بتخليه الايجو عنده عالي شويه. ازاي ده العذراء عنادي جدا؟ مش قوي، مش زي الثور والابراج الاخرى. تلاقيه ممكن جايب في برج اخر عنادي. طب وايه عندنا كمان؟ تصحيح لامور كتير جدا للعذراء. كان مثلا ان هو في ناس بتحاول ترجع له، في ناس ندمان عليه كمان. عندنا بعد كده برج الميزان. طبعا برج الميزان من الفترات اللي ممكن هتبقى جيده جدا، لان انت هيبقى عندك بلوتو في بيت الحصاد. بيت الحصاد هو البيت الخامس في الخريطه الفلكية بالنسبة له، بمعنى ان هو هيديله من الايجابيات القوية جدا، من السفر، من ان هو بيفكر كمان في صفقة قوية، ولكن لا تغامر ماديا، لان ما زال عندك زحل في بيتك السادس بيضغط عليك في الامور المهنية، ولكن في نفس الوقت المشتري هيبقى كمان عندك في بيتك التاسع في بيت الحظوظ العامة، فيديلك من الايجابيات القوية جدا. وبرضو ان انت هيبقى عندك طموح قوي جدا يا برج الميزان، وعندك زواج وارتباط ورجوع كمان لعلاقة كانت انفصال بإذن الله. العقرب. العقرب بالنسبة لنا انت مازال اورانوس في بيتك المواجه مع جوبيتر كمان اللي هو المشترى في بيتك المواجه. بلوتو هيبقى في بيت الرابع، هو بيت الأب والأم والأخوات والكلام ده كله. هتبقى حذر شوية في أمور ممكن تخص الميراث أو حقوق بينك وبين العيلة، الزواج، أهل الزوج وأهل الزوجة والكلام ده كله. نخلينا إن إحنا إيه هادين جدا، خصوصا كام شهر في الأول. أنت شهر واحد بالنسبة لك حلو جدا، وهيبقى شهر ثلاثة بالنسبة للنصف الثاني. طبعا جوبيتر هيبقى بيت مادي بالنسبة لك، وبيت الشركات والميراث والشركات، الأموال الشركات زي مشاريع، وعندك كمان مع الزواج مثلا والعلاقات العاطفية بإذن الله. عندك بعض الأمور التي تحقق فيها نجاحا من النصف الثاني. هتفكر كويس جدا يا برج العقرب في أشياء ممكن هتخليك أن أنت تتغير كتير جدا. عندنا بعد كده برج القوس. القوس طبعا من الأبراج اللي هتبقى
قوية في لو بيشتغل في التجارة، لو بيشتغل مثلا في الإعلام، بيشتغل في الفنون، عندك شيء من الإقناع، خاصة اللي بيشتغلوا في المبيعات والتجارة اللي هي العقارية وهذه الأمور، وعندك قرارات قوية هتاخدها. ولكن من النصف الثاني هنقول لك أنت عندك المشترى في بيتك المواجهة، هيوسع من علاقاتك كتير جدا، ولكن حاذر تماما من الناس اللي ممكن تبقى داخل حياتك لمجرد أن هم عايزين يستغلوك، لأنك أنت هتوصل حد معين ممكن لنجاح، فهتبقى على قدر من الوعي الكافي ان انت ما دخلش في حياتك اي حد. غير كده ان برضو هيبقى عند مثلا مرأة القوس يعني زواج رسمي والكلام ده كله، ان هو يتقدم لها رسميا، علاقة بتحدد بعد كده رسميا ان شاء الله. عندنا بعد كده برج الجدي، وهو من اكثر الابراج اللي هتتغير. بلوتو كان عامل له ضغط قوي جدا في كل قراراته، تأجيلات لامور معينة، وعانى الجدي كمان فترات او سنين من عمره. عندنا هنقول طبعا بالنسبة لك يا برج الجدي بعض الأمور التي تتحسن تدريجيا، خصوصا النصف الأول بإذن الله. عندنا كمان نقلة سكنية أو سفر بالنسبة لك، وصفقات ممكن تنجح فيها أو مشاريع. عندنا بعد كده برج الدلو. برج الدلو بالنسبة لك ده بلوتو في بيتك، وهيضغط شوية، ولكن هنلاقي ان برج الدلو ممكن ان انت تنتقل انتقالة قوية جدا، وان انت تتغير كمان، لانه كان بيتك ال 12، فاكيد لما هيبقى في بيتك هتبقى افضل نوعا ما. طبعا النصف الثاني من السنة هيبقى عندك في بيتك الخامس المشترى، فهيدي لك من الايجابيات القوية جدا. تبقى كمان ان انت عاوز تسافر، وعاوز هتحتار ما بين عرضين من العمل، الاثنين احسن منهم، حتى العلاقة الاثنين احسن من بعض، حتى العلاقة العاطفية هيبقى فيها تطور إن شاء الله. بعد كده الحيتان أو ملوك الرومانسية زي ما بذكرهم دايما. الحيتان طبعا هقول لك يا برج الحوت، أنت عندك بس إيه فترات معينة في السنة لازم تحاذر منها. مش هقول لك أن أنت هتتراجع، أنت هتثبت زي ما أنت نوعا ما، ولكن بلوتو نوعا ما هيبقى بيتك ال 12، هيقدم هيدي لك من الأمور المهنية الجيدة، ولكن هتضغط على نفسك. خلي بالك من صحتك كتير جدا، خلي بالك من الناس اللي جاية لك من الماضي، ولكن أنت ماشي. ممكن أن هي علاقة هتبقى مفاجأة بالنسبة لك عاطفية، أو أن هي بيجي لك عرض مهني أنت كنت منتظر حاجة زي كده وتمنيتها في يوم الأيام. طبعا احنا في النهايه بنتمنى الحظ السعيد لكل الابراج، وكنا سعداء بوجود حضرتك النهارده معانا دكتوره نانيدا الباز، خبيره علم الابراج الفلكيه. شكرا لحضرتك النهارده نورتينا. مشاهدينا بنتمنى لكم سنه جديده مليانه بالخير والتوفيق والحظ السعيد لكل الابراج. استنونا في، وشكرا ليك ياسمين. شكرا يا دينا، بتمنى لك سنه جديده سعيده طبعا ان شاء الله. طبعا طمنتنا على الحمل، كل سنه وانت طيبه ان شاء الله، تبقى سنه سعيده لينا جميعا. شكرا مشاهدينا، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد.